زرت اليوم معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه الدولي، جاي نستكشف نشوف الطيور اللي واصله، نشوف الاسلحه الاماراتيه والاسلحه اللي خارج من دوله الامارات مشاركين. كل ما يخطر على بالك موجود في المعرض، اي شيء تبغيه موجود في المعرض. هواياتنا السيجاره وحبنا للطيور تورثينا من شيباننا. جايين نتعرف على ثقافتنا وجايين نشوف الاشياء الجديده اللي صنعت عندنا الدوله، من اسلحه، من سيارات، من اشياء جديده يطوروها في الدوله عندنا.